مش القصة أنا ما كتبتها في الكتاب. ما كتبتها في الكتاب لخصوصيتها العقيدية. لأن هذا الكتاب يقع في يد الجميع. وأنا بداية عندما كتبت الكتاب هذه القصة ما كتبتها. ولكن حينما التقيت بسماحة الله الشيخ محمد سند، هو طلب مني هذا الطلب، قال لي، قال أريد كرامة حصلت في السجن. قلت له هو يعني كرامة شيء كبير يعني، لكن حصلت أمور، لكن كرامة شيء كبير يعني. فقال لي اذكر لي يعني شنو من الألطاف الإلهية التي وجدتها في السجن، شنو الكرامات التي وجدتها في السجن. هذه القصة أنا ما كتبتها في الكتاب، ولكن عندما اشتد التعذيب والعذاب بشكل كبير جدا، يعني قابل يعني هذا الجسد لا يتحمل هذا العذاب. اشتد العذاب بشكل كبير جدا، أنا وجدت نفسي أنا وصلت للاعتذار 3 مرات في التعذيب. يعني في أثناء التعذيب 3 مرات أوصل إلى الاعتذار. ولكن هم إذا يجدوني خلاص أنا أنازع وأكاد أموت، كانوا يتوقفون عن التعذيب على أساس أنه أسترجع أنفاسي وأستعيد قواي من جديد، وبعد ذلك يمارسون التعذيب معي من جديد. فمرة من المرات أنا وصلت إلى مرحلة بعد ما أقدر أتحمل، فبدأت أخاطب الله سبحانه وتعالى: يا رب، يا الله، كن دائما عندما يشتد التعذيب، عندما يشتد التعذيب ألجا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يوجد لدينا غير الله سبحانه وتعالى. فكان دعائي دائما منذ اليوم الأول واللحظات الأولى لدخولنا في سرداب القرار، كان دائما أدعو: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الذكر كنت أردده طوال وجودي في سرداب القرار، وأنا في الفيلقة كنت أردد هذا الذكر، وأنا أصحب الكهرباء كنت أردد هذا الذكر، وأنا أعرى من ملابسي كنت أردد هذا الذكر. كل نوع من أنواع التعذيب، كل لحظة من لحظات وأنا أحرم من النوم كنت أردد هذا الذكر. وصلت إلى مرحلة بعد خلاص، بعد أصلا ما عندي طاقة للتحمل، توجهت إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت، قلت: يا رب، إما أن تخفف علي هذا الألم وهذا العذاب أو أن تقبض روحي. ما أقدر أصبر، أنا ما أريد أتكلم، أنا عندي قرار أنه ما أبيح بالكلام والأفكار التي عندي، بس أن أنا ما عندي قدرة للتحمل أكثر، فإما أن تقبض روحي أو أن تخفف علي هذا العذاب. فما وجدت هناك تغير وتأثر، كان عذاب قاسي جدا يعني. فأقسمت على الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقسم عليك بحق رسول الله، بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أناجي الله سبحانه وتعالى، بيني وبين الله وأنا معلق، وهم يعذبون ويضربون ويسحقون ويشتمون، ما وجدت تغير وتبدل. فأقسمت على الله سبحانه وتعالى بأمير المؤمنين: لأقسم عليك بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا طاقة لي للتحمل أكثر، إما أن تقبض روحي وأرتاح أو أن تخفف آلامي. كان عذاب شديد جدا جدا جدا، ما تغير شيء. فأقسمت على الله سبحانه وتعالى بفاطمة الزهراء سيدتنا ومولاتنا صلى الله عليه وسلم: أقسم عليك بفاطمة إلا ما خففت عني. لكن كان العذاب مستمر،
ما وجدت أي تأثر ولا أي تغير ولا أي تبدل. أقسمت على الله سبحانه وتعالى بالحسن والحسين بأنه يا رب بجاه الصبتين بجاه الحسن والحسين لا ما خففت علي أو أقبض روحي أصلا لا طاقة لي بتحمل أكثر. طاقة بتحمل أكثر من هذا لا يوجد لدي. أقبض روحي لكي أرتاح أو خفف علي. ولكن أيضا لم أجد تغيرا وتبدلا فأقسمت على الله سبحانه وتعالى بأبي الفضل العباس قطيع الكفين مناصر الحسين أيضا لم أجد تبدلا وتغيرا. حصل عندي انكسار أخي نفسي فأقسمت على الله بحق أم البنين عندما أقسمت على الله سبحانه وتعالى بحق أم البنين كانوا يضربوني وهم مستمرين في الضرب. فجأة بدأت ما أشعر بألم. هم يضربون ويضربون كان كلما يزداد الضرب والتعذيب وما يجدون أنه من يبدأ يخف الألم والإحساس بالألم كانوا يسكبون عليهم عندهم قوارير ماء مثل هذه باردة جدا يضعونها في فليزر ويجيبونها يكبونها علينا على أساس أنه نستعيد قوانا والإحساس من جديد وكذا. عندما توسلت بالسيدة أم البنين سلام الله عليها بدأوا يضربون ويضربون ويضربون أنا ما أشعر بالألم. أنا تفاجأت يضربون أنا في المعلق بس ما أشعر بالألم. يسكبون الماء ولا أشعر بالألم. حينها عرفت الباب الذي يجب أن أطرقه. كلما اشتد العذاب علي بعد ذلك كنت ألجأ إلى الله بحق أم البنين وكان ذلك يسليني وكان يخفف العذاب والألم علي. وبقيت إلى آخر السجن معاملاتي كلها مع أم البنين سلام الله عليها. أمي لم تكن تصدق أني أخرج من السجن. أمي تعرفني جيدة. عندما اعتقلوني أمي بعد خلاص يعني غسلت يدها مني. ولكن عندما خرجت قلت لأمي قلت هذه بركات أم البنين. حينما كان الضابط يدخل علينا زنزانة كان يضرب الجميع ولكن اليوم الذي أتوسل فيه بأم البنين كان يضربهم جميعا حينما يصل عندي لا يضربني يخرج من الزنزانة. شيخ ياسر يعرف قساوة بدر غيث كان يجي ويشتم الجميع ويضرب الجميع ولا يرحم صغيرا ولا كبيرا. أنا كنت أبقى في الزاوية وأتمتم. في الكتاب ذكرت بعض الشيء ما ذكرت التفاصيل ولكن ذكرت بعض الشيء. كان يدخل ويضرب الصغير والكبير ويشتم الصغير والكبير. أنا أبقى في الزاوية وأتمتم أقرأ الفاتحة وأبدي ثوابها لأم البنين أصلي على محمد وآل محمد وأبدي ثوابها إلى أم البنين اللهم صل على محمد. فكان يضرب الجميع حينما يصل إلي يشتمني ويخرج حتى أن أحد الشرطة لاحظ هذا الأمر جاء قال لي شو تقول أنت؟ أنت شو تقول؟ قلت له ما أقول شيء. قال أنا أشوفك التمتم شو تقول؟ قلت له ما أقول شيء. الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يريدنا أن نأتي من بعض الأبواب ونطرق بعض الأبواب وفيها مفاتيح. فهذه خاطرة حصلت معي في السجن والحمد لله رب العالمين. يعني أنا لمستها بكل إحساسي بكل شعوري بكل وجداني بكل عشتها يعني. و
شيخ سند عندما نقلت له هذه القصة قال يجب عليك أن يجب شرعاً أن تنقل هذه القصة إلى الناس. لذلك أنا هذه ثاني مرة أنقلها، المرة الأولى في فيلم، الآن الإخوان عملوا فيلم وثائقي عن السجن وتعذيب السجن، وهذه المرة الثانية التي أنقل فيها هذه القصة للعالم.